مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر ارتداء بشرى عقبي الحجاب للأبد، إلا أن هذا الخبر وللأسف فلا أساس له من الصحة، وإنما هو للسبت الأسود. السبت الأسود هو عنوان لعمل فني جديد عن فيلم قصير يروي فيه أحداث فيضانات حي باب الواد الجزائري بمناسبة 20 سنة على مرورها. أبرز المشاركين في هذا العمل الفني بشرى عقبي والممثلة الصعيدة ماريا زدام والممثل الكوميدي زهير الدين جواد والممثلة سعدي بن ناصر. ومن المرتقب بث هذا الفيلم في الشهر الثالث من نوفمبر 2021. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.